لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه وإن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ثانيه
ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا فليمدد بسبب
وكذلك أنزلنا آيات بينات وأن الله يهدي من إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين والنصارى والصابرين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماء والنجوم والجبال
والمسجد الحرام الذي جعله
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا ذلك
ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان قولا حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما فتخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان سحيق ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله فله أسلموا فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله وبشر المخبتين
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله صدق الله.